ما جبتوا لي أخبار عن الرجال اللي لهم علاقة بموت أبي؟ بلا جبنة وأخبار حلوة. أول زلمة موجود برا من 15 سنة. ما بستفيد منه، أنا بدي اللي ضل بالبلد مو اللي سافر. هالاحتمال كمان موجود أخي. طلع لي على هاد. هذا مدير السجن وساكن باسطنبول. هو تقاعد من فترة وانتقل لشغل تاني. عحسب ما فهمت مصاري ما بتنعد. كتر خيره انه ضل عايش. هالشي فتح لنا باب جديد. أمرك أخي. هات لي كل شي سليمان وراقبوا مدير السجن خطوة بخطوة. بدي وقت ومكان مناسبين لأقدر التقى فيه. هالشغلة عندي. يلا سليمان. دير بالك أخي. أنا رح ضل معك. بعدين أنا وعدتك إذا شفت مني شي مو منيح بأي موضوع كان وقتها لا تسامحني وقتلني إذا بدك، بس بترجاك لا تحسسني إنك مانك واثق فيني. شلون يعني؟ صوتك تغير وقت اللي حكيت معي كأنه ما عاد في ثقة بيننا، ونظراتك هاي كمان والله بتموتني يا أخي. أنا معك ماني مع حدا تاني، أنا عيوني إلك. درويش اللي علمني هيك. ولو كان موجود اوعك تكمل. تعرضت لخيانات كتير بحياتي، مبليت بالخيانة من وقت كنت هالقد، والأخيرة كانت قاضية. واضح حكي؟ ايه. اخي المدير تبع السجن اليوم المساء بده يحضر عرس، بس لسه ما عرفت المكان. لك انا عرف لي مكان العرس وخبرني. طبعا لا تاكل هم. رح اعرف اللي عملوه فيك يا ابي. واليوم الغراب هون شي مره حضرته لسه ما اجا. اهلا وسهلا. اهلين ندى. اهلا وسهلا. الغراب لسه ما اجا لهلا، اتصلي فيه مشان يتعشى معنا. هذا الظرف إليك. هو مو جاي لإلي بس صار لإلي. شوفي فينا نحكي تحت كلمتين؟ ايه منحكي، بس مو عجبتني نبرة صوتك بالمرة. ما عاد يقدر الواحد يفهم يلي عم يصير. حتى أنا مو فهمان شي بنوب. في شغلات ما لازم نفهمها بنوب ميرال، بالعادة هن يلي بيقرروا عنا. شوي وبرجع. ايه نيرمين، اليوم شو محضرتي لنا كمان؟ لشو عم تخططي؟ يلا قوليلي. يوم عن يوم عم يصعب علي فهم طريقتك بالحكي. غياب ابوك عم يزيد عندك التوتر، مفهوم ومزبوط. لحق معك، يعني اللي صار مانو قليل. واضح انه في امور ما قدرتي تنجحي فيها مع الغراب. ايه بس ولا شيء من هاد ممكن يسمح لك تتعاملي معي بهالطريقة السيئة. يلا قولي نيرمين، شو هدول؟ اصحي على حالك وبعدين منكمل حديثنا، لأنه أنا ما فيني أحكي معك وأنت بهاي الحالة. بالأول شو في لهالظرف؟
كان جاية إلك أنتي. كان جاية إلك، بس بما أنه نحن التنتين عايشين بنفس العنوان، أنا هون عملت تصحيح صغير ست نيرمين، ولأنه يلي بهذا الظرف بيتعلق فيني أنا وبس، حبيت شوف شو في بقلبه. إذا في شي شاغل لك بالك كتير بالنسبة لإلي بتجي وبتسأليني، لا تراقبيني. إيه؟ بتضيعي مصاري كتير؟ ما فهمت عليك ابنه. فهمانة كل شي عم قوله. أنا مسكته نيرمين، طلع واحد جبان كتير، دغري قال لي كل شي. قليلي، في مشكلة لنحلها؟ شوفي، ما حدا بيقدر يخبي عني شي بهذا البيت. هيك لك، بس هالقانون بيتغير حسب نوع السر. ست نيرمين، ببيتي ما في أسرار. وتذكري هاد مو بيتك لحالك. مو بس هذا البيت، أنا لازم أعرف تحركات كل الناس الموجودين فيه. بلكي أنا بعدته ليحميكي مثلاً. ما بدي حمايتك، ممكن تتركيني لحالي بقى؟ وبعد الحكي اللي قلتي لي هلأ، أنا متأكدة إنك مخبية أسرار كتير عني، مو بس عني، مخبية عن كل اللي بالبيت، ولهيك أنا لازم أعرف السر. ما بتعرفي بيصير؟ ليش شو هالشي الموجود بهالظرف هاد ومهم كل هالقد؟ كتير منيح انك وصلت، يلا افتح هالظرف، لانه انا لسه لهلأ ما فهمت لشو كل هالطنطنة هاي. اعطيني الظرف هاد. وقفي شوي، بدي افهم شي. هذا مو نفسه الشاب؟ ايه بلا. ايه، مساعدي محمود. وقت كنتي محامية؟ دقيقة بس، فيك تفهميني شو عم يعمل معك محمود هلا؟ ايه طيب خلص يا جماعة، يعني بالنهاية هذا مو موضوعنا. أنا طالعة لفوق، ناطريننا على العشاء. صحيح أنت وين كنت لهلا؟ في أي تطورات بخصوص أبوك؟ خير؟ على أساس أنا معك ولا تراجعت اليوم؟ معقول هالشي؟ نحن عطول مع بعض، إلا بالصور كنتي مع غير حدا. لبقى تغير الموضوع، قلي شو مخبي عني؟ أمور كتير ديلة فوق ما بتتخيلي. إيه خير؟ انتي عم تحاسبيني على الشغلات اللي مخبية عنك، وكأنه عن جد نحن زوج وزوجة. وإذا بدك نحكي، فأنتي مخبية كتير أمور، وبلشوا ينكشفوا كلهم بفضلها لنيرمين خانهم. حاش تخبص يا مجنون، أكيد مو مصدقني. أكيد، بس قلت الحقيقة. أنا شو لك شغل لسه مع هذا الرجال؟ ما عم اسأل لأني مهتم كتير، بس بتعرفي نحن عم نرسم صورة قدام الناس كتير حلوة، بلا ما يكون زواجنا على الفاضي. صاير عم تغار منه للزلمة؟ لك أي غيرة، بس روح قلبك تطلعي قصص ومشاكل، ونحن عنا ألف مصيبة فوق راسنا، مو وقت نقعد نحكي بهذا الموضوع. عن جد أنت غيران منه؟ إيه، وعلى طول بغار، ممكن أضرب حدا مشان هالشي، لهيك ديري بالك مني. مسخرة. ايه اللي اخي، قدرنا نوصل لمكان العرس، والمكان معروف كتير، فندق بوز اللي بالمدينة، وهذا الزلمة اكيد رح يحضر. فندق بوز؟ شو في بالفندق؟ هاي المدام مو؟ والله هي انسب حدا ليحضر معك هالعرس. شو رأيك تاخدها معك أخي؟ ما في داعي تروح لحالي.
اسمع مني، هذا عرس ولازم مرتك تكون. ايه وفي شغلة، جوا ممنوع السلاح. لا تاخذ معك سلاح، اصحك. في ناس مهمة معزومة، وخاصة اللي جايين من طرف العروس. ايه طالما رايحين عرس، انا شو لازم اعمل بشعري؟ وانت شو مقرر تلبس؟ انت كيف سمعتي كلامي؟ انت صايره مثل انسى الثعلب، عم تعرفي كل شي عم يصير. في وسائل مساعده. طيب بس ليكي، انا رايح لهنيك لقابل شخص مهم، واذا بدك تلزقي فيني بلا ما تروحي. طول عمري بدي إلزق فيك. شكلك ما لاحظت. ليش ما عرضت روحتي معك اليوم؟ لأني بحاجة إنك تكوني معي اليوم، وإلا كنت عارضت هالشي. طيب طيب، قلي مين رح تشوف؟ قلت لك في حدا بيهمني، شو دخلك؟ رح قلك شو الموضوع. أنت بدك تشوف حدا هونيك وتضغط عليه مشان تحصل على اللي بدك إياه، ولازم أكون موجودة لأشوف هالشي. شيلك من نظريات المؤامرة والاستجواب تبعك وخبريني هلأ. عندي سؤال. خير؟ إذا ما فيك رود دعوة شو نعمل؟ إيه شو هالقصة؟ يا منقول نحن من أهل العروس، يا أما منقول نحن من أهل العريس. حتى فيني أعمل هيك؟ يي وين بطاقة العرس؟ معقولة ضيعتها؟ يا نسيناها لنكون، مو قلت لك اصحك تنساها بالبيت؟ نعتذر كتير مثلا. اخ قويه، ما ضل غير جهز حالي. شو بدي البس؟ كلاسيك، يعني طقم اسود مع قميص ابيض، رح تطلع حلو. مرات انا بحس حالي متزوج عن جد وعندي مره وحلوه كمان. الشنطة والأغراض جاهزين ما؟ منيح. شو لوين رايح؟ لساتني هون؟ طيب ليش مزعوجة؟ ما سبق وأجيت لهيك أماكن، ولا بحياتي تزوجت غيرك. شو أعمل؟ ما بعرف. اليوم بتتعلم كل شيء. أصلاً أنت عم تعلميني غصب عني ما شاء الله. أنا بعرف أنه أنت خلقتي لهيك مناسبات، أكيد كنتي مقضيتيها بحفلات المجتمع الراقي. إيه بس العترة علي أنا. هلا أفوت وتفرج عليهم، ما راح تحبهم. صح، اسمعي، أصحك ننفضح قدام الناس. ها أنا مو فارقة معي، أنتي راح تتبهدلي. أنت بس انبسط بما أني معك، لا تقلق أبدا. يعني أنتي هلا وقت تلزقي فيني وتضلي ماسكة إيدي هيك مفكرة راح تنفعيني؟ طيب شو راح تعملي يا مدام؟ راح تشوف. يي خلدون، يونس، عادلة، شو أخباركم؟ شي حلو. يا الله قديش صار لي مو شايفتك يا يونس. وأنا
بحب لكم انه ديلا ما عادت وحيده يا شباب. مرحبا. بعرفكم بزوجي الغراب. انت امتى تزوجتي؟ صارت الامور فجاه على السريع. معقول ما تعزميني؟ شو بدك نعمل؟ ها؟ كيف براضيك لحتى ما تزعل منا؟ ها؟ بتحب نطلع لبرا؟ انت ورفيقك هاد؟ بنزلك بالمسبح شوي وبرجع بطلعك، بركي بترجع بتصحصح. ها؟ معناتها انتو يلي منظمين هالعرس الحلو؟ طبعا حياتي، مو مبين من الديكور؟ مبين بلا. الحقيقة نحن نسينا البطاقة خلدون، على أساس زوجي يجيبها بس كالعادة طلع نسيانا، لهيك كنا عم نفكر كيف بدنا نفوت، قام شفناكن من حسن حظنا. معناتها أسماءكن لازم تكون بقائمة المدعوين. بتوقع هيك. منيح طلعوا بينفعوا لشي. خلص ورجينا شطارتك مرتي. يلا فوتك رح تكون علي. بظن انه الاسماء مو نازله. شو بدي اقول لك؟ في حدا نعرفه جوا، مصطفى افريديك، لو تقعدونا على طاولته كمان. بسيطه منحلها يعني اذا ممكن. بظن انت ادرى. روحي خليني زبط لك الجرافي. حلو كتير انك خبيت علي اسم الرجال اللي جاي تشوفه هون. على اساس ما بتعرفيه عم تتزاكي علي؟ يلا حياتي تفضل. شكرا حياتي، يسلموا. انت بتغار علي ما؟ ايه خليك هيك. ها اصحك تعترف انك بتغار. حلوة هالبنت. حورية. يعني مو لهالدرجة هي، بس طبعاً الأهم أنت شلون شايفها. لك هي اسمها حورية إهدي. منيح اسمها حلو كمان. حورية ممكن تجيبي لي إذا ما بعزبك صودا باردة؟ طبعاً تكرم عيونك. مزوقة، ما في داعي تروحي وترجعي فوراً، جيبي بس يصح لك. تكرم. والله شي حلو، يعني فيك تكون لطيف لما بيتطلب الأمر، حتى فيك تقول كلام حلو، بس معي مثل اللوح دائماً، وخاصة إذا حورية. يعني أنت بتحب السمر مو؟ ليش عم تحكي كأنك رفيقي بالحارة؟ ليش شو فيها؟ نحن هيك. أنت مرات بتفكر حالك زوجي عن جد. ما بيتهنى بالأمة من السلامات. يلا قوم بقى. هاد عرس قرايبه، طبيعي يضل حوالي ناس. شرب برميل وما تحرك من مكانه. انت بتضحك. انت بتضحكي كمان. نازلي اكل لحتى عبيتي وشك شوكولا مثل الاولاد. عن جد؟